من وراء بشار صرت أخجل أقول إني سورية. الوسام الذي أهداه بشار الأسد لوالدي لا أريده، لا أقبل كوريثة وساما من مجرم، ردا على أحداث معرة النعمان. بهذه الكلمات الغاضبة وأكثر، سلاف المغوط ابنة الأديب السوري الراحل محمد المغوط هاجمت بشار الأسد ونظامه في سوريا، رغم أن ابنة المغوط معروفة بمواقفها المعارضة على نهج أبيها، إلا أن هذه المرة كانت الأكثر جرأة بمهاجمة رأس النظام السوري مباشرة. مجازر النظام السوري بمعرة النعمان أخرجت كل الغضب من صدر ابنة المغوط، لكن ما هو السبب الرئيس لهذا الغضب؟ وماذا فعل آل الأسد بأبيها محمد المغوط؟ لدينا بعض الحكاية، وربما لديك بعضها. إليك كل ما نعرفه. المغوط نطق عن الأسد. مفاجأة وطنية، تاري نحن منتصرين ومنا حاسين. هلأ نحن منتصرين؟ إيه هلأ هيك فهمت. تاري الحرامي ما كان هدفه الكرم ولا الضيعة ولا البيادر، كان هدفه الوحيد يشيلني من المخترة وما قدر، لذلك هو المهزوم ونحن المنتصرين. ولا للعلم، هكذا نطق المغوط عن لسان بشار الأسد قبل عشرات السنين. فدمار سوريا الآن هو انتصار آخر للأسد طالما بقي حاكما. الموقف المعارض لابنة المغوط الآن هو ربما امتداد لعداء بين آل الأسد والمغوط بدأ مع وصول البعث للسلطة سنة 1963. الحكاية بدأت مع انتساب المغوط للحزب القومي السوري لامتلاكهم مدفأة أمام عدائه للبعث، كان أنهم سرقوا كل ما قد يتدفأ عليه الشعب. طريق هو الحزب القومي في صوبة وبرد، بس قلب القومي وخلص الوصول له. شعر الثمن بلاوي سجلت 20 مرة. البعث لاحق المغوط وسجنه مرات عدة بعد اغتيال عدنان المالكي واتهام القومي السوري بالاغتيال وعقب انقلاب حافظ. ملاحقة المخابرات للمغوط لم تتوقف تحت ذرائع عدة، ابتداء من وهن نفسية الأمة وصولا لمعاداة الاشتراكية والنيل من هيبة الدولة. ومحاولات تجين المغوط تمت من خلال دريد لحام الوجه الكوميدي لحافظ. المغوط أكد مرارا لاحقا أن لحام انتهز الفرصة وشوه نصوصه المسرحية لحساب السلطة. ومن الأنباء التي راجت بين السوريين حينها أنه عندما كانت المخابرات السورية تلاحق المغوط كان مختبئا في السقيفة، بينما كان دريد لحام شريكه بالأعمال المسرحية يبني قصره الجديد في يعفور. أما سبب العداء الشخصي بين المغوط وحافظ الأسد مرده موقف ساخر من الكاتب. بحسب شهادة الإعلامي السوري توفيق حلاق في العرض الأول لمسرحية كاسك يا وطن التي كتبها المغوط، طلب حافظ الأسد لقاء المغوط الجالس بعيدا، لكن المغوط لم يحرك ساكنا. تجاوزا للحرج توجه حافظ إلى المغوط ووعده بتلافي أي تقصير، وهو ما رد عليه المغوط ساخرا إن شاء الله إن شاء الله، ما أنهى حقبة محاولة التجين ودخول مرحلة العقاب والتهميش والتفقير للمغوط. المغوط الخائن الوطني. المغوط هو كاتب الشعر النثري الساخر، أراد خيانة وطنه وتحدث عن سياف الزهور في أشهر مؤلفين له سأخون وطني وسياف الزهور. ولد محمد المغوط في بلدة السلمية التابعة لحماه عام 1934، التحق بالكتاب حاله حال أطفال قريته. درس بعدها الزراعة والتحق بالخدمة الإلزامية في الجيش. ألقي به في السجن بعد إنهائه الخدمة العسكرية لانتسابه للحزب القومي السوري. خرج من السجن ليتجه بعدها إلى بيروت التي كانت منارة ثقافية حينها. أصدر عام 1959 أول دواوينه الشعرية حزن في ضوء القمر، ليلحقه ديوان غرفة بملايين الجدران عام 1960. التقى المغوط في بيروت بزوجته سنية صالح والشاعر اللبناني يوسف الخال والعراقي بدر شاكر السياب، وعمل لاحقا كرئيس تحرير في جريدة الشرطة، لينطلق بعدها إلى تأليف الأعمال المسرحية. الصحافة والمسرح. كان المغوط من المؤسسين لصحيفة تشرين الحكومية وعمل فيها حتى أمر الأسد بطرده.
بالسبعينيات اتجه الماغوط إلى التأليف المسرحي، فكانت مسرحيات ضيعة تشرين عام 1974 وغربة عام 1976 وكاسك يا وطن عام 1979 وشقائق النعمان عام 1987. كتب للسينما سيناريو فيلم الحدود في عام 1984 وفيلم التقرير عام 1986. الغربة والموت. فترة الثمانينيات كانت الأقسى على الماغوط، فودع في منتصفها أخته ليلى عام 1984 وأباه عام 1985، ثم فجع الماغوط بزوجته الشاعرة سانية صالح في نفس العام قبل أن يودع والدته عام 1987. أواخر الثمانينيات ظهرت ملامح عقوبة حافظ الأسد بوضوح للماغوط، فتم تهميشه وتفقيره وملاحقته من قبل المخابرات ومنعه من المشاركة بالحياة العامة. سافر الماغوط إلى الإمارات ليعمل في مجلة الخليج ويؤسس القسم الثقافي فيها، ثم عاد إلى دمشق ولم يتزوج بعد وفاة زوجته. أصيب الماغوط بالسرطان وظل يحاربه حتى نهاية أيامه، حيث توفي في نيسان عام 2006 عن عمر ناهز 70 عاما. وأنت إن كنت تعرف أشعاراً أو مقولات للماغوط أغضبت ديكتاتورية آل الأسد، شاركنا بها في التعليقات.